جمعت في ما بينهما. مواجهة طبعا هي الثامنة تاريخيا بالمناسبة بين المنتخبين من خلال هذه الليلة بعد سبع مواجهات سابقة سنتحدث عنها بشكل أكثر تفصيل. وبانتظار صافرة حكم هذه المباراة طبعا طاقم تحكيم كويتي بقيادة الواضح أمامنا السيد سعد الفضلي الذي سيقود هذه المباراة، يساعد كل من مساعد أول محمد الشكناني ومساعد ثاني سعود الشمالي. إذن الصافرة مشاهدينا الكرام التي تأتي في هذه اللحظات الثمان دقائق الأولى بالتراجع للخلف، ويعني لم يهاجم، عدد من التمريرات الخاطئة التي تكررت كثيرا وتسديدة قوية جدا من كرة بتعود للخلف عند يزيد أبو ليلى. يزيد اللي بدوره يرسل كرة طويلة لكن تغطية من جانب دفاع المنتخب الأسترالي تعود عند مابيل. كرة عند التعمري. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الكرة ما زالت مستمرة ومتواصلة لمنتخب النشامة. الله التعمري بقذيفة من خارج المنطقة، لا يمكن لماثيو ريان ولا حتى لمارك شوارزر أن يوقفها من مسافة بعيدة. هذا النشم موسى التعمري الذي يسدد بهذه الطريقة في لقطة كان لابد أن تكتمل ليكتمل معها الجمال الذي بدأت به هذه الهجمة. يا سلام يا سلام يا تعمري، يا ساتر على تسديده بهذه القوة بهذه الدقة، وبالتالي يتقدم منتخب الأردن بهدف في المباراة الأول في هذا التوقيت وبالتحديد في الدقيقة 18 من زمن شوط المباراة الأول. وفي 2010 تحدث عن المهاجم طبعا التولي السابق صاحب ال 56 مباراة دول. سلامات لي التعمري، سلامات لموسى التعمري اللي ساقط على أرضية الملعب. سلامات يا شباب. يعني حالة من التوتر قليلا يعاني منها لاعبي المنتخب الأسترالي، لكن لنتفق حقيقة أن المنتخب الأسترالي يعني لم يعد بتلك القوة اللي كان يتمتع بها. يعني عندما تحدثنا عن مثلا الفترة اللي كانت في انضمام الاتحاد الآسيوي في 2006 وما بعد ذلك تراجع كثيرا المنتخب الأسترالي، اللاعب الغائب او الذي يقدم يعني مردود لكن ليس كما اعتدنا عليه دائما. كرة تصل عند دافيدسون تقطع لتعود المرتدة السريعة. ابو زريك او هذا التعمري، التعمري التعمري يمر الكرة في مكان ممتاز. السقوط والمطالبة بخطأ لكن حكم المباراة في اي اطار رسمي ام ودي. سلامات ان شاء الله للاعب علي علوان. يعني فيها كلام الكرة، فيها كلام، فيها كلام هذه الكرة. شوف التدخل بهذه الطريقة طبعا اللي كان من اللاعب اللي هو لاعب رقم 8 خطأ يحتسب في هذا المكان. صالحي منتخبي استراليا في مكان خطير جدا، هل ينجح في استغلال لاعبي المنتخب الاسترالي؟ كرة تنقل طويلة والرأسية والتعادل، التعادل للكنغارو ياتي نعم بهذه الطريقة وبهذه الرأسية من رايت بايلي الذي ينجح في ان يسجل هدف التعادل. هذه كراتهم طبعا، هذه كراتهم وهذه لعباتهم الاستراليين، الكرات الطويلة العالية التي يتفوقون عليها بلا شك على المنتخب الأردني، ينجحون في تسجيل هدف
ركنية تنفذ تبعد من الدفاع الأسترالي، تسديدة قوية والكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. صافرة سيد سعد الفضلي تعلن عن نهاية الشوط المباراة الأول. شكرا لي الزميل ناصر الغزالي، شكرا الكباتن الكابتن عادل درويش والكابتن ياسين عمال. بسم الله الرحمن الرحيم، خطأ لصالح منتخب أستراليا على تنفيذ اللاعب موي أرون، على تنفيذ الخطأ من هذا المكان. موي أرون على تنفيذ الخطأ لصالح منتخب أستراليا، يتقدم يرسل كرة، لكن القائم الأيسر، القائم الأيسر يتصدى لهذا الصاروخ، يتصدى لهذه التسديدة القوية والتي كاد من خلالها المنتخب الأسترالي أن يسجل ثاني أهداف في هذه المباراة. إذن هذه الإعادة أخرى في لقاء بمثابة طبعا البروفة الأخيرة للمنتخب الأسترالي قبل مواجهة الملحق الآسيوي مابيل، والكرة إلى خارج أرضية الملعب. الجديد على مستوى الأداء هو أن الأفضلية الآن أصبحت بشكل عكسي لمنتخب أستراليا، لكن المرتدة الآن السريعة التعمري، التعمري انطلق، التعمري راح، التعمري يسقط ومطالبة. مطالبة بركلة جزاء بعد العرقلة طبعا التي تعرض لها موسى التعمري من جانب عزيز بايتش، لكن حكم المباراة طبعا يعني يرى بأن لا وجود لركلة جزاء، وهو من كان قريب جدا من موقف خصومة حقيقة المنتخب الأسترالي. أرموي يسدد كرة، لكن الكرة تصطدم في أحد لاعبي المنتخب الأردني لتعود الآن المرتدة. موسى التعمري نقلة جميلة ناحية يزن، انعمات انعمات انعمات، الهداف يزن، الله يا يزن لو اكتملت هذه اللقطة، لو اكتملت انعمات هذه الكرة، لكن ذلك لم يحدث. شوف التحرك الجميل من يزن انعمات، لم يتمكنوا من الإيقاع به في مصيدة التسلل، وبعد ذلك طبعا كرة تحولت الآن إلى ركنية لصالح المنتخب الأسترالي. يعني ربما نستطيع أن نتحدث بأن لا خوف على مستقبل المنتخب الأردني. ركنية لأستراليا تنفذ بهذه الطريقة والرأسية، لكن أبو ليلى، أبو ليلى والمتابعة بعد ذلك، المتابعة من مابيل، مابيل يسجل هدف المباراة الثاني. يزيد أبو ليلى قام بدوره على أكمل وجه بالتصدي لهذه الكرة في المرة الأولى، لكن في المرة الثانية لم يكن، يعني تأخر هو محمد أبو حشيش في الخروج وفي الإطاحة بمابيل في موقف أو في مصيدة التسلل، وبالتالي مابيل ينجح في أن يسجل الهدف الثاني في هذه المباراة لتصبح النتيجة الآن 2-1 لأستراليا. يستعد لتنفيذ هذا الخطأ الذي لا يبدو بعيدا جدا عن مرمى مابيو رايان، لكن الكرة إلى ركنية تحولت بحكم أنها اصطدمت في أحد لاعبي المنتخب أو في حائط الصد، ربما تكون نعم في حائط الصد، نعم وبالتحديد في إيرباين، وبالتالي تحول. لعب في آخر دقيقتين قبل نهاية الوقت الأصلي من شوط المباراة الثاني الذي مر دقائق سريعة، ومنتخب أستراليا نجح في أن يقلب الطاولة على المنتخب الأردني. محاولة ما زالت والتسديدة، لكن ممتاز أبو ليلى، ممتاز يزيد أبو ليلى في إبعاد الكرة بهذه. فريق ثقيل جدا المنتخب الأسترالي، يعني ليس بإمكانك أن تضمن أمام الفوز حتى وإن كنت متقدما عليه في النتيجة، عند القدرة على العودة. ماكلارين، جيمي ماكلارين يسدد كرة قوية، والكرة
ركنية تنفذ عالية، ما زالت الفرصة قائمة، مرور وتقدم بشكل جميل، تبعد من الدفاع. وفي هذه اللحظات مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات الكأس، صافرة حكم المباراة سيد سعد الفضل تعلن نهاية شوط المباراة الثاني واللقاء ككل في انتصار لمنتخب أستراليا على منتخب الأردني في هذا اللقاء الودي بهدفين مقابل هدف. أحبتي الكرام، سعدت بصحبتكم في هذه المباراة، على أمل أن يتجدد لقاء بكم في مواعيد قادمة.